كثير يقولوا هالشتات حقها يوم من الصباح للمساء. اللي حاب يشوف المنطقة كاملة لا مو يوم، لا يسمع الكلام هذا أبدا، لأن إحنا الحين يوم حق تحت فوق ما ركبنا التلفريك لسه. لو ركبنا التلفريك يعني نحتاج 3-4 ساعات فوق بالراحة على الأقل. هذا اللي جاي يستمتع، مو جاي يصور، تكلم اللي جاي يستمتع، اللي جاي يستمتع يعطيها حقها، يقعد ليلة على الأقل ليلة، يوم يشوف المنطقة اللي تحت، يوم فوق والمناطق اللي حولها والقرى اللي حولها. بس أخلص إن شاء الله أنزل لكم كل المعلومات. ما تشوفوا مهتمين في موضوع الأكواخ والزينة اللي فيها؟ وجهة نظري في القرية انها اجمل من زيلامسي، ويعني لو عندي اجازة اكون بين زيلامسي وهالشتات اكيد رايح اجي هالشتات.